حياكم الله مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامج سحور العراقية. رمضان مبارك وتقبل الطاعة. فريق العمل اليوم راح يعيش أجواء السحور مع الأبطال من الجهد الهندسي والخدمي وكوادر بلدية أبو غريب. هذا البرنامج برعاية كلية التراث الجامعة. رافقونا خطوة بخطوات سحور العراقية. هذا البرنامج برعاية كلية التراث الجامعة. يا الله، السلام عليكم. السلام عليكم، رمضان كريم. صحة وعافية. السلام عليكم، رمضان كريم. رمضان كريم، حياك الله، الله يحفظك، حياك الله. السلام عليكم، شلونكم؟ رمضان كريم، صحة وعافية. احنا حبينا اليوم نعيش اجواء السحور العراقية وياكم. سيادة النائب قواك الله. اهلا وسهلا، شرفتونا بأبو غريب مدينتكم. حياك، حياك الله. استاذ عثمان حياك الله، الله يسلمك. احنا والنعم منك. برنامج السحور العراقية، اهلا وسهلا، اريد لحضرتك وتحية لمشاهدي فضائية العراقية المحترمة وجمهورها الواسع. تحية للعراقيين، تحية لأهل أبو غريب. احنا حاليا في ساعة متأخرة من الليل، بعد توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء المحترم الأستاذ محمد شاع السوداني، والاجتماع الأخير مع محافظ بغداد والكادر المتقدم في محافظة بغداد والإدارة المحلية في قضاء أبو غريب. باشرنا قبل يومين بالعمل الكبير لتطوير مداخل بغداد. حالياً نحن في مدخل أبو غريب اللي بالغ طوله أكثر من 24 كيلومتر، ابتداء من مركز إيباء وكلية الزراعة إلى النصر والسلام. العمل بدأ بداية قوية جداً. إن شاء الله يتم إنجاز العمل قبل المدة المحددة إليه اللي هي سنة ونص. حاليا احنا مثل ما ذكرت في ساعة متأخرة من الليل، والجهد البلدي في بلدية أبو غريب والشركة المنفذة اليوم صباحا واليوم مساء. سيبقى العمل إلى الساعة الثانية بعد منتصف الليل. هذا فقط في شهر رمضان؟ لو لا، إن شاء الله مستمر العمل. تم طيب. تقسيم الـ 24 كيلومتر إلى ثلاث مقاطع. سيتم العمل كل مقطع 5 كيلومتر. أدعو كافة المواطنين المتجاوزين على الجزء المخصص لهذا الشارع برفع التجاوزات. الكل متفهم. أخواننا في أبو غريب متعاونين مع الكادر العمل ومتعاونين مع الدوائر، أشكرهم شكرا جزيلا. إن شاء الله يعارضنا في المقطع هذا على بعد كيلومترين، هو سوق أبو غريب. طيب، هي المشكلات أكو؟ مشكلات بسيطة جدا. اليوم رفعنا بجهود القائم مقام والدوائر، رفعنا التجاوزات قرب محكمة أبو غريب. حاليا احنا في نفس المكان، هذه المحكمة بجنبنا. هذا السوق بأكثر من 500 بسطية عايشين عليها ناس من أهل أبو غريب. طيب. تم النقاش أنا والأخ مقام، وسيتم النقاش مع محافظ بغداد حول إيجاد البديل لهم قبل رفعهم. لا يمكن في هذا الشهر الفضيل أن نسمح لأنفسنا أن نرفعهم بدون إيجاد البديل. طيب، فنبشرهم بخير إن شاء الله، لأن هم أصحاب القوت اليومي. طيب، وهن هم من هن في أبو غريب ومن الناس المحترمين، راح نلقى لهم البديل قريبا ان شاء الله، وبعدها نرفع السوق، وهذا هي المعضله تقريبا الوحيده. طيب. نعم، احنا نبقى بحوار سحور العراقيه، ننتقل الى سيد قام مقام. سيد عثمان حياك الله حبيبي. صالح الطاعات حيدر. الله يحفظك، منوركم صالح العمل. نعم، طبعا شكرا لاهتمامكم الدائم بقضاء ابو غريب، لشعوركم بان هذا القضاء نعم ذو اهميه كبيره على مستوى الكرخ. هو الامتداد الطبيعي والجغرافي الافضل ضمن المساحة اللائقة بنمو بغداد إن شاء الله في جانب هالكرخ. جهود الجميع أثمرت أن يكون أبو غريب المساحة الأفضل لحركة الكتلة العمرانية. طيب. جميع هذه الموارد
جاءت نتيجة تضافر جميع الجهود بعدم السماح باستغلال الفضاءات العائدة إلى بلدية أبو غريب ووزارة المالية. اليوم هذه الأراضي قد أصبحت مدن واعدة إن شاء الله، سترى نموذج من هذه المدن السكنية التي أحيطت عن طريق هيئة استثمار بغداد وهيئة الاستثمار الوطنية. لدينا مشتركات مع أمانة بغداد في مقطع الطريق الذي تفضل أستاذ كريم التحدث به من تقاطع العامرية إلى آخر حدودنا مع آخر نقطة الدور السكنية لكلية الزراعة. تبنت أمانة بغداد طبعا بتوجيه دولة رئيس الوزراء المقطع الثاني كما تفضل أستاذ كريم. العمل تصاعد بوتيرة كبيرة والحمد لله. هذا القضاء الذي صبر كثيرا وتحمل الأذى في السنوات الماضية فيه الكثير من الاستجابة، كون هذا المشروع سيحقق نقلة نوعية في الخدمة المقدمة في قضاء وعموم مدخل بغداد الغربي. طيب. باتجاه بغداد. نعم. المقطع مقسم كما تفضل السيد النائب إلى مراحل، لكن استجابة الدوائر المحلية واستجابة أهالي القضاء قد شجعت الشركة المنفذة إلى الانتقال إلى أبعد نقطة. طيب. يوم أمس كان العمل بوتيرة جيدة، كان المقرر أن يكون المقطع الأول اللي إحنا هسه به بالإضافة إلى المكان الثاني اللي بعمل الشركة. اشتركت دوائرنا تنفيذا لأمر دولة رئيس الوزراء وتوجيهات السيد محافظ، ومشتركات أخوتنا الممثلين السيد النائب وأخواننا الكرماء جميعا إن شاء الله. طيب. الاستجابة أولا دار العدالة بدون نقاش، السيد القاضي سمح لنا أنه نرفع جميع الكتل الكونكريتية، جميع العوارض اللي موجودة على طول الطريق اللي هو 24 كيلو متر ونصف. نعم. هي عوارض متواضعة بالنسبة لمداخل بغداد. طيب. المتبقية هناك مشكلة شخصناها، قدمنا فيها العديد من التقارير، نتمنى أن تعرض لدولة رئيس الوزراء. مشروع الصرف الصحي الذي انتظرناه كثيرا بحاجة إلى ترميم في التفاصيل. نعم. كون هذه الإضافات الكبيرة ستخلق تنمية مستدامة سواء على القطاعات المباشرة الخاصة بالسكن أو الخدمات التي ستقدم. طيب. لهذه الكتلة. نعم. بالإضافة إلى الخدمات الرئيسية، نحن بحاجة إلى مدن ترفيهية. إلى مدن ثقافية، إلى مدن رياضية. نعم. كل هذه المشاريع قدمت في السنوات السابقة ستنفذ إن شاء الله، نأمل أن تكون هناك استجابة من مركز طيب القرار الرئيسي. دولة رئيس الوزراء عذرا المقاطعة أكثر من جلسة وأكثر من حوار نوه أن إعادة الحياة لمداخل العاصمة بغداد. نعم. أكو اهتمام كبير، أكو جهد هندسي نراه مشترك بين القطاع الخاص والقطاع العام، البلدية القائم مقامية، كذلك الجهد الهندسي والخدمي لمكتب دولة رئيس الوزراء. هذا الجهد هو أثمر عن هذه النتائج. طبعاً لولا التعاون المشترك وشعور جميع من يتصدر المشهد في قضاء أبو غريب بالمسؤولية تجاه هذا القضاء المعطاء الذي قدم تضحيات كبيرة، الحلقات الأساسية، التمثيل النيابي، تلاحظ جنابك السيد النائب، أخوتنا المتبقين، كل جمهور الدوائر لديهم طموح أن يحققوا شيء طال انتظاره في هذا القضاء لسنوات ماضية بسبب الظروف الكبيرة. طيب. الضاغطة على قضاء أبو غريب. نعم. اليوم إن شاء الله سيكون هذا المشروع هو نموذج للبوابات الأربعة. هذا الانطلاق راح يكون؟ الانطلاق هذا الشارع هو الشارع الشريان الرابط بغداد بالأنبار. طيب. بالإضافة إلى أن قضاء أبو غريب بحكم موقعه استراتيجي يربط العراق بعموم الدول المجاورة الأردن السعودية عن طريق هذه المنافذ. نعم. والمحافظات الجنوبية والشمالية تمر بهذا الطريق. طيب. نعم. لكن إذا بلا سيد مصطفى حياك الله، رمضان كريم، قبل الطاعات. قبل الطاعات إن شاء الله، رمضان كريم على الجميع إن شاء الله. الله يحفظك. شكرا مسألة. لهذا الجهد، شكرا لهذا العمل. اليوم أكيد الجهة المستفيدة هي البلدية. أكيد. والمواطن. أكيد. في نفس المواطن الوقت. المواطن بالدرجة الأولى والبلدية. الله. إن شاء الله نكون عند حسن ظن المواطن. إن شاء الله. الخطة اللي وضعتموها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة. اليوم نشاهد أكو عمل في أوقات متأخرة. نعم. بدأنا منذ فترة بالعمل المشترك مع الجهات الماسكة للأرض وبجهود السيد قائم مقام المحترم والسيد النائب على رفع كافة التعارضات والتجاوزات الموجودة على جانبي طريق. نعم. مدخل بغداد الغربي، حيث قمنا برفع الصبات الكونكريتية، وجهنا كوادرنا بأن يكون تواجدهم صباحا، وشفت مسائل العمل مع رفد الشركة المنفذة. طيب. إن شاء الله راح نكون إحنا السند لهم باعتبارنا إحنا الجهة المستفيدة. إن شاء الله. طبعا
بدينا اليوم بحمله رفع الصبات الكونكريتيه تنفيذا لقرار بغداد اجمل الذي اطلقه سياده رئيس مجلس الوزراء السيد محمد الشاع السوداني المحترم. اليوم كان التعاون كلش يعني واضح من قبل الاهالي في القضاء، من قبل مجلس القضاء الاعلى، من قبل الناس في سوق ابو غريب. وان شاء الله احنا ماضون في العمل ان شاء الله، وان اكو شغله ننوه عليها انه احنا الطريق كله سالك وما عندنا اي مشكله. اللي هذا اليوان حاليا يتوجه الطريق، يتوجه الى جسر ابو منيسر باعتبار حدود بلديه ابو غريب. طيب ما بعده طريق الانبار؟ ما بعده طريق النصر والسلام. النصر والسلام الى طريق الانبار. طيب احنا يعني العمل مقسم الى جزئين، جزء على ثلاث اجزاء، جزء على امانه بغداد وجزئين على محافظه بغداد. نعم. اللي هو ابو غريب والنصر والسلام. نعم. طبعا احنا ماشيين ما عندنا عائق غير بس سوق ابو غريب. طيب. مو عائق يعني عائق بسبب كبير بسبب انه نعم. الموسم اللي جاينا هو موسم عيد، واهلنا هنا تعرفوا اغلب عوائلنا الناس تحتاج على هاي البسطيات. طيب. فمو من اخلاقنا ما تسمح لنا انه نقطع رزقهم. نوى على السيد النائب. نعم، فاحنا اعطيناهم مجال نهايه نعم. شهر رمضان العيد. حقيقيه هي بالعمل الناجح أن يقول لك راعي ظروف الآخرين في سبيل لازم حتى يكون نتاج صحيح وعمل صحيح. لازم حتى أنا أكسب رضا العالم. طيب. لازم أنا هم أقدم لهم مساعدات. عندنا أماكن كثيرة اليوم في هذا القضاء. نعم. بالتحديد أبو غريب اليوم انتقالة كبيرة، جهد كبير، ممكن ننتقل إلى مكان آخر حتى نعيش أجواء جميلة مع الجهد الهندسي والخدمي وكذلك جهد البلدي. هذا البرنامج برعاية كلية التراث الجامعة. مشاهدي الكرام، مثل ما تحدثنا انتقاله إلى مكان آخر، إلى جهد أكثر وأكبر من أجل أن تكون مداخل العاصمة بغداد وكذلك قضاء أبو غريب بحلة جميلة وبعمل وجهد كبير. سيد كريم، تحدثت هذا جهد كبير، هذا عمل مضاعف اليوم، أكثر من آلية، أكثر من جهد من أجل أن تكون هذه المناطق جميلة. حاليا وين نقف؟ حاليا نعيد تحية جنابك وتحية لجمهورنا في أبو غريب وتحية لجمهور قناة العراقية وتحية للكادر الموجود من نعم. شركة منفذة للإدارة المحلية لكل العاملين أخواننا الجيش من الشباب الأبطال لهم الدور الكبير بالعمل. نعم. حاليا احنا نقف في الحدود الإدارية لقضاء أبو غريب، من هنا بداية الطريق والحد الفاصل بيننا وبين أمانة بغداد. نعم. من هنا إلى تقاطع العمرية بمسافة 4 كيلومتر ستنفذ على حساب أمانة بغداد. طيب. ومن هنا إلى النصر السلام 24 كيلومتر ونصف، هو هذا المشروع العملاق اللي صار لنا أكثر من سنة نقاتل على إنشائه. طيب، السلام عليكم أستاذ فراس، حياك الله. نعم أستاذ عثمان، أني. الجهة المنفذة ممكن نتحدث معهم حتى يكونون بصورة الحقيقة مختلفة. أخونا رئيس الشركة الأستاذ فراس الدليمي، جهد تضاعف خلال أقل من 48 ساعة. نعم. تنفيذ لأمر دولة رئيس الوزراء وتوجيهات محافظة بغداد المحترم الأستاذ محمد جابر عطا، الميدان كما تفضل السيد النائب باشتراك واحد مع الشركة كما تشاهد، نحن في الساعة الثانية 10 بعد منتصف الليل والعمل متواصل. استاذ فراس تفضل هنا. السلام عليكم. وعليكم السلام استاذ، صحة وعافية ان شاء الله. حياك الله. تحية الى كل الكادر العراقي البطل، ونشكركم لحضوركم في هاي الساعات متأخرة. خلينا نتحدث عن هذا الجهد، عن هذا العمل، خلي نتقدم شوية نكون حتى بمساحة اوسع، نتحدث عن هذا الجهد، عن هذا العمل اليوم، اكو تعاون مشترك، اكو جهد مشترك حتى يثمر شيء جميل لبغداد والعراق. أكيد، إحنا طبعاً نشكر السيد النائب والسيد قائم مقام، كل الأخوان حقيقة كانوا جهودهم مثمرة من الصباح الباكر والحد هاي الدقيقة هم معانا،
تلبية إلى دولة رئيس وزراء، والأمر اللي يمر به أنه يكون العمل لمدة 24 ساعة. إحنا نوعده إخواننا القائمين على هذا المشروع أنه يكون عملنا مستمر خلال 24 ساعة. كوادر الشركة كلها مستنفرة لإنجاز هذا المشروع بأقل من نصف مدة إن شاء الله. حلو، خلينا نعيش هاي أجواء السحور. قواك الله. شلون أخوي؟ قبل الطاعات، صحة وعافية. أكيد عمل متواصل، جهد والله متواصل. عمل متواصل وجهد متواصل إن شاء الله. إحنا تنفيذا لرأي أوامر السيد دولة رئيس الوزراء والسيد محافظ بغداد محمد جابر العطا، كان إنهم حافز إنه إنه يفعل ما بداخلنا من طاقات. تعرف احنا من نشوف القيادات انه هي وطنية وتريد تنتج، السيد القامقام او السيد النائب يعني قدامنا. يعني مثلا اليوم الصبح كان عندنا موعد لإزالة التجاوزات، فكان يعني لقيناهم قدامنا يتصلون بينا. طيب فيعني هو هذا العمل حتى يكون بصورة اسرع. تعرف التجاوزات والتصادم ويا الناس، يعني هاي معوقات يمكن بغير ايام بغير فترات كانت تطول الاسبوع تسوي شهر تسوي. الجهة الرسمية هي اللي بالضبط الجهة. هنا الجهة الرسمية شفنا يعني تكاتف يمكن نادر ما تشوفه بغير اماكن. يعني اتمنى يكون هنا صورة من ناحية اداء الشركة، من ناحية التكاتف، ومن ناحية تنفيذ الأوامر، إن كان من المحافظ أو كان من دولة رئيس الوزراء. فالشباب ما شاء الله ما مقصرين. النهاية هو يصب لمصلحة البلد طبعا. هذا إحنا صراحة ليش حبينا الهندسة المدنية؟ الهندسة المدنية تترك بصمة أجيال وأجيال تقدر تتباوحها. فيعني الشغل أو الإهنان اللي راح نرسم صورة هي البغداد أولا، يستفادوا منها أجيال. نعم. يستفادوا منها يعني صورة مشرفة تكون للبلد، يعني أهم شيء. نعم. هذا عندنا. وأكون أو لا أكون بالضبط، إحنا اليوم عندنا هذا الشعار. اليوم بمرحلة إحنا انتقالة كبيرة حتى نصنع من اللا شيء شيء، نتحدى كل الصعاب. حياك الله، قواك الله. شلونك يا بطل؟ شخبارك؟ اسم حضرتك؟ محمد. حياك الله أبو جاسم. شنو عملك؟ مهندس. مهندس. أها، مسؤول الموقع إن شاء الله. شنو اليوم اللي بديتوا فيه إن شاء الله العمل والجهد؟ حالياً ترابية حفر مناسيب إن شاء الله كخطوة. يا بطل، هاي هنا طلع تراب. شلونك؟ رمضان كريم، صحة وعافية. اسم حضرتك؟ سيد كمان. حياك الله. شلونك سيدنا؟ الله يسلمك. وين أهلك؟ بالناصرية. والله والنعم. جاي هنا اليوم تخدم؟ أنا صار اليوم 15 يوم هنا. ما شاء الله. شنو عملك؟ فورمان عمل. ما شاء الله. شلون الجهد؟ شلون العمل؟ والله ان شاء الله خيرات. هسه دخلنا بال حلو، وصلونا هاي المعلومه. اليوم المواطن هسه احنا دخلنا بالشفت الثالث. شنو هذا الشفت الثالث؟ يعني الشفت الثالث ثلاث شفتات، الشفت نعم. الاول الشفت الثاني وهسه الثالث. صباحي ومسائي وليلي. طيب ثلاث مساء. انت كم شفت عليك؟ كل واحد ثلاثه نوم. ما شاء الله. والله بطل سيد علي وسعد فراس والقيم مقام نصر والسيد النائب بارك الله. هذا جهد واحد، لازم ما تقصرون وياهم. يلا بطل قواك الله. شلونك؟ شخبارك؟ رمضان كريم. شنو عملك هنا ان شاء الله؟ والله ابو الاليات. ابو الاليات تعال. شلونك حبيبي؟ شلون جهدك؟ بخير. عملك؟ والله مو مقصرين وياك بشيء. كل تسهيل امور المرور الجهد كل شيء. بارك الله فيك. مشاهدينا الكرام، وصلنا الى فقره السحور. اجواء قضيناها مع الابطال من الكوادر الخدميه وكذلك الجهد الهندسي والخدمي، سياده النائب، سيد القائم مقام، استاذ ياسر، الشباب. ارجو ان تعطون الكلمه للشباب حتى يتسحرون وقت السحور. اعطيهم خبر خلي يسحرون. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد ما كملنا العمل خلال شفت المسائي، فاترجاكم تفضل على سحوركم يا شباب. شباب استاذ ياسر، رمضان كريم، قبل الطاعات، صحة وعافية إن شاء الله. الله يحفظك. الله يحفظك. أكيد أكو جهد وعمل كبير يكون في شهر رمضان وبعد الإفطار إلى وقت السحور. إن شاء الله أكو إن شاء الله يعني فعاليات جديدة إن شاء الله. إن شاء الله نتحدث عن الجهد اللي تقدموه إن شاء الله. الجهد إحنا 24 ساعة. على مدار ال 24 ساعة. احنا نشوف اكو تطور كبير، اكو انتقالة عمرانية كبيرة في قضاء ابو غريب وكذلك المدينة ابو غريب. اليوم شنو اليوم راح نقدمه اكثر للمواطن؟ يعني المواضيع الخدمية والسكنية ان شاء الله. ايه. الله يحفظك. شكرا. الله يبارك فيك. حياك الله. يا سيد عثمان شكرا جزيلا. حبيبي استاذ حيدر، اخوة اعزاء، بارك الله بكم جهودكم. الاصرار على تقديم هذا النموذج اللائق ببغداد الحبيبة في قضاء أبو غريب الذي تعرض لكثير من الضغوطات كان قصة نجاح نفتخر بها جميعا إن شاء الله. الكثير راهنوا أن هذا المشروع
سيموت وهو قيد الإنشاء، لكن بفضل الله تعالى سبحانه وتعالى كان هذا المشروع أحد المشاريع النموذجية على مستوى محافظة بغداد والأطراف خصوصا، مناشدة إلى دولة رئيس الوزراء أبو غريب مهيئة أن تكون المدينة الأمثل على مستوى أطراف بغداد، المدينة الثقافية زقورة عقرقوف تنتظر تدخل دولة رئيس الوزراء، المدينة الرياضية المهيئة أرضها وتفاصيلها ومخططاتها في قضاء أبو غريب تنتظر تدخل رئيس الوزراء. هناك موضوع هام جدا يخص جميع هذه الكتلة التي شرحناها في وقت البرنامج السابق، هناك خلل في النواقل الوطنية سواء بالنسبة إلى الطاقة الكهربائية أو لتصريف مياه الصرف الصحي أو بالنسبة إلى خدمات الطرق الرئيسية وأحدها هذا الطريق، يجب أن يكون هناك رعاية. نقلنا هذا الموضوع عن طريق مرجعنا السيد محافظ بغداد المحترم لدولة رئيس الوزراء، نحتاج مجلس وزراء مصغر يدير هذا الموضوع، لدينا رؤية حول هذه المنطقة من الممكن أن تكون فيها نهضة تليق بعموم العاصمة ونجاح البرنامج الحكومي الذي خطط له السيد محمد الشياع السوداني. متواصلين خطوة بخطوة إن شاء الله لأجل ننقل الواقع الجميل في هذه المدينة. الله يحفظكم سيد حيدر. شكرا جزيلا أستاذ مصطفى، حياك الله، سوينا زحمة عليكم. لا بالعكس، شرفونا اليوم، وإن شاء الله بالأيام القادمة راح تشوفون بعد عمران وتوسع أكثر إن شاء الله بقضاء أبو غريب. سحورنا ويانا. أهلا وسهلا. لا المرة الجاية عليه. إن شاء الله حياك الله. أنت فرضت الله يرضى عليك. تصبحون على خير. أجواء سعيدة، أتمنى لكم الموافقية. شكرا جزيلا. نبقى مشاهدينا الكرام بأجواء السحور العراقية، قواكم الله. شلونكم يا أبطال؟ حياك الله أستاذ. قبل الطاعات. أجمعين إن شاء الله. صحة وعافية إن شاء الله. أجمعين إن شاء الله. شلونكم يا أجواء رمضان؟ والله الحمد لله والشكر. خليكم وجهك على الكاميرا، شلونكم يا أجواء رمضان؟ الحمد لله والشكر، لا الحمد لله. شنو عملكم إن شاء الله؟ والله سواق بالبلدية. بالبلدية، هذا عملكم الشفت المسائي. إي الحمد لله. من بعد الإفطار إلى وقت السحور. إي نعم. الله يحفظك. الله يسلمك أستاذ. قواك الله. حبيبي قوي حيلك الغالي، ربي يحفظك علينا وعليكم أجمعين، عافيك الله يا حبيبي. آمين يا حبيبي. الله يحفظك. سلمك الغالي. شنو عملك بالبلدية؟ أنا بلجنة تجاوزات. حياك الله. حي نباك الغالي. يعني أبو العقوبات وأبو الإغرامات. الله يحفظك. يحفظ الجميع حبيبي. شبابنا تهنوا. الله يحفظكم، قواكم الله. تعال هنا، شلونك حبيبي؟ رمضان كريم، صحه وعافيه، قبل الطاعات ان شاء الله. الله يحفظكم، شكرا جزيلا لعملكم ولجهودكم، حياك الله. الله يحفظكم، شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام، عشنا اجواء جميله مع الابطال من الكوادر الخدميه في بلديه ابو غريب، جهد كبير، جهد هندسي، جهد خدمي، من اجل ان تكون ابو غريب اجمل وافضل. وصلنا إلى ختام برنامج السحور العراقي، هذا البرنامج كان برعاية كلية التراث الجامعي، انتظرونا في حلقة أخرى، تصبحون على خير. هذا البرنامج برعاية كلية التراث الجامعي.